انا دلوقتي معايا اتصال تليفوني من الشيخ حسن الجنايني الداعيه الاسلامي. اتفضل فضيله الشيخ. السلام عليكم. وعليكم اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه اهلا وحضرتك طيب. بحضرتك الصوت بس يا جماعه. طيب فضيله الشيخ، احنا بنتكلم عن فضل العشر الاواخر في شهر رمضان، واتكلمنا برضو عن فتح مكه والدروس المستفاده، فعايزين حضرتك تذكر لنا درس من الدروس المستفاده من فتح مكه تستفاد به الامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. فتح مكة كلها دروس وعبر. يعني من أعظم الدروس التسامح. كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المنتصر وهو الذي فتح مكة بعدما أذوه وطردوه وبعدما لقى منهم ما لقى، أخذوا أمواله وأموال الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوا الأفاعيل بهم وطردوه، ومع ذلك عندما عاد منتصرا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي تسامح هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصفة التي ما أحوجنا إليها في هذه الأيام، أن نتسامح في ظل هذه الأيام الطيبة المباركة، ونرى من يخاصم أمه أو يخاصم أخوه أو يخاصم جاره، وأمور كثيرة ما عهدناها من قبل. هذا هو رسول الله يلقن الأمة كلها هذا الدرس العظيم. في تواضعه صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا الذي فعلت وأنا الذي وأنا، أبدا والله، إنما تواضعه صلى الله عليه وسلم وتسامحه حتى بمن أذوه قبل ذلك، وهم كانوا أهله وعشيرته وناسه، إلا أنه سامحهم، فهو درس عظيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم في مبدأ التسامح بين الناس وبين الإخوة وبين الأهل وبين الأقارب وبين الجيران وبين الناس جميعا، وهي دعوة إلى التسامح في هذا الشهر العظيم. كيف يصوم إنسان ويصلي لله عز وجل ويقيم الليل وهو عاق لوالديه؟ والله مفارقات عجيبة، مفارقات غريبة. بعض الناس يذبح الذبائح ويوزع على الغريب وهنا وهناك وإلى الناس، ولا يفكر أن يأتي إلى أمه أو إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهو يخاصم جاره وبينه وبينه العداوة والبغضاء. ما أحوجنا إلى التسامح لنجعل رمضان مدرسة إيمانية ودرس إيماني عظيم في التسامح، علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الحب وإلى التسامح وإلى التواصل وإلى الترابط. من أراد أن يرى مدى الجفاء الذي وصلنا إليه فليذهب إلى محاكم الأسرة. للأسف المرأة عندما ترفع قضايا خلع أو طلاق، وكلام عجيب، كلام لا يمكن أبدا أن يخرج، ومع ذلك يقال في المحاكم. وبعد أن كان هناك حب وتآلف ورحمة وسكن ومودة ورحمة، انقلبت إلى عداوة وبغضاء وشتائم وقذف إلى غير ذلك من الأمور. أين التسامح؟ الرجل الصالح عندما سألوه، عندما أراد أن يطلق زوجته، لما تطلقها؟ قال أنا لا أهتك ستر زوجتي. فلما طلق قالوا له أنت طلقتها ليست زوجتك، ما يعيبك منها؟ فقال ما لي وما لامرأة صارت أجنبية عني. هذه الأخلاق ما أحوجنا إليها في هذا الزمان وفي هذا العصر. إحنا محتاجين الأخلاق كثيرة جدا فضيلة الشيخ. أيضا إحنا اتكلمنا عن فضل العبادات في العشر الأواخر في شهر رمضان، فكنا عايزين بالتحديد نعرف فضل الصدقة في العشر الأواخر في شهر رمضان. الصدقة، وما أدراكم ما الصدقة؟ الصدقة تطفئ غضب الرب. نعم. الصدقة هي التي جعلها الله عز وجل
باب عظيم من أبواب الخير ومن أبواب الجنة ومن أبواب القربة إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي أن الله سبحانه وتعالى وعد الذين لا ينفقون في سبيل الله، والذين لا يؤدون الزكاة، والذين لا يتصدقون بأشد الوعيد. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. قال فبشرهم، لما لم يقل فعدهم، لا لا، هنا للتنكيل، لشدة التنكيل. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق حتى لا يبقى في بيته شيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها عندما تصدقت أتاها مال فوزعته، قالت خادمتها: ما تركت لنا لنفطر عليه يا أمه؟ قالت: والله نسيت نفسي، والله نسيت نفسي. أعطت كل ما عندها. هذا هو السلوك الصحيح، وهذا هو السلوك الذي ينبغي أن نسير عليه. الرجل الصالح يقول: إني أضع مالي في مكان لا يأكله السوس ولا تأخذه اللصوص. قالوا: أين تضعه؟ قال: أضعه عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة التي تقع في يد الله قبل يد الفقير، الصدقة التي أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الصدقة هي التي تجعل الإنسان يستجلب بها رضا الله سبحانه وتعالى، يستجلب بها رضا الله. نعم. ويعطيها ليست رياء ولا سمعة. ومن الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا الصدقة وفضل الصدقة. ماشي، أشكرك فضيلة الشيخ حسن الجنايني الداعية الإسلام، سعدتنا بالحديث مع حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب.